أنا بدأت تقريباً من سنة 2000. 2000 انضميت للكورال في الأول كعازف عود، وبعدين مع الوقت يعني ابتديت أدربهم، لأن أنا دراستي موسيقى. دكتوراه في الموسيقى؟ أيوة، في جامعة المنيا. دكتوراه من جامعة عين شمس. عين شمس. بتجيبوا البنات اللي صوتها حلو ازاي؟ بتختاريها ازاي؟ في الأول أنا جيت كان الكورال موجود فعلا. طبعا الكورال من 84، بس طبعا كل فترة كان الولاد بيكبروا أجيال، وكانت بتمشي ناس وييجوا ناس. الناس اللي كانت لما كان العدد بيقل كنا بننزل نلف على القرى، بنروح المدارس التابعة للجمعية نلف عليهم، مراكز الشباب بنتكلم معاهم، احنا عايزين، احنا كورال جامعات الصعيد وعايزين اصوات لو عندكم، بنبتدي نختبره، بنلاقيه يعني مؤهل او عنده استعداد كويس كنا بنجيبه، نبتدي معاه بقى تمرينات وتدريبات، تدريبات صوت، تدريبات سولفيج، تدريبات موسيقى، لحد ما يعني بيبتدي بقى يعتمد على نفسه. علي صوتك، علي صوتك بالغناء، لسه الاغاني ممكنة، علي صوتك، علي صوتك بالغناء، لسه الاغاني ممكنة. هل في مميزات للأصوات اللي موجودة هنا مختلفة عن باقي أقاليم مصر؟ يعني أنا هقول لحضرتك يعني بخبرتي القليلة إن في الصعيد أو في أو عندنا يعني أو في المنيا، في اللي أنا شفته في المنيا، هتلاقي الولاد كده عارف اللي هو صوته بخيره، بخيره يعني عارف معنى إنه يعني هو بيقول بتلقائية، لا هو متكلف ولا هو لسه مش عارف حتى يطوع صوته ازاي، فبيبقى جاي حابب يغني، طالع مننا اصوات او من عند الولاد اصوات قويه وحلوه جدا جدا، اصوات كده تحس فيها بالطرب فعلا. في اصوات حلوه كتير في المنيا، كتير كتير، بس يعني من خلال بحثك وانك بتروحي كتير مدارس وبتشوف كتير، والايام دي انا حاسه انه اكتر مع الميديا ابتدت تنتشر، يعني ابتدى ممكن واحد يسجل لنفسه مقطع صوتي او مقطع فيديو بصوته، في اصوات حلوه كتير عندنا. انا عايزه اقول انا حاسه ان المصريين اغلبهم فنانين بالطبع، صوتهم حلو حقيقي، يعني حتى ان كان مش مطرب ولكنه مؤدي، يعني ممكن يكون بيؤدي حلو. سلام بيبين قوي.